لكل من أدخل السرور على دخول الناس في هذا اليوم العظيم الطيب، فإن كان فاته الحج فيمكن أن يتقبل جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: إدخال السرور على نفس المسلم أفضل عند الله من 100 حجة بعد الإسلام. في هذا اليوم العظيم يتقرب الناس فيه لخالقهم بأضحياتهم، وهذا بأطلافها وأشعارها وأوبارها ولحومها يوم القيامة، حتى توضع في ميزان حسنات العبد. وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فقيموا بها مسا. ليس هذا وحد، بل إن الله تعالى يغفر للمضحي كل ذنب بأول. ايوه صح كده. Thank you.